شابهة. كذلك أيضا على المسار الاستخباراتي، أعتقد أن تركيا القدرة على الولوج استخباراتيا إلى هذه المناطق، وكذلك أيضا القدرة على استطلاع بالقوة، وما يمكن تركيا من تحقيق تلك الأهداف هي يعني تمتعها بالقدرات من خلال الطائرات المسيرة المقاتلة، أيضا عفوا المسيرة المدخرة التي يعني بوجه التحديد نتحدث عن طائرة بيرقدار التي أحدثت فارقا كبيرا في مسار العمليات العسكرية في الجغرافيا السورية، وكذلك عدة مناطق قد شاركت فيها هذه الطائرة. نعم كذلك أيضا عن الطرف الآخر نتحدث عن ميليشيا إيران، ربما التخوف الكبير بالنسبة لإيران من عملية يعني عملية انسحاب روسيا في بعض المناطق، كذلك ايضا محاولتها ملء هذا الفراغ. يقابل ذلك ايضا ربما قد تتخوف ايران من عمليات مشابهه تقوم بها تركيا في مناطق يعني اخرى، هي تخشى على بعض المناطق يعني بعض المدن التي يعني تنتمي الى المكونات يعني الى المكونات التي تنتمي بالنتيجه الى المشروع الايراني، وبوجه التحديد نحن نتحدث عن مدينتين نوبل والزهراء، هي تحاول استخدامها كمصدات امنيه خلفيه وتعزيز قدراتها من خلال يعني من خلال التفاهمات السياسيه بالدرجه الاولى، ومن ثم انطلاقا الى التفاهمات التي تجري الان على في اروقه يعني في الاروقه العسكريه. عندما نتحدث عن عمليه بهذا الحجم اعتقد بان ايران باتت يعني تشعر بالخطر المحدق الذي بات يحاصرها في المنطقه بشكل خاص. ايضا هنالك تداعيات الملف النووي، اعتقد ان تعطيل يعني ملف النووي من قبل ايران والمواطنه المستمره وعمليات المراوغه في عمليه اطفاء اجهزه المراقبه كالكاميرات التي وضعتها الوكاله الدوليه للطاقه الذريه، كذلك اخفاء ايضا انتاج بعض اجهزه الطرد المركزي اي ار 6 التي تنتج اليورانيوم مخصب بنسب تصل الى ما بين 60 الى 80%، كلها ايضا القت بظلالها على مسار هذه القمه التي تعقد غدا. وكذلك ايضا الجانب الروسي ربما يعتبر هو الضامن بالنسبه لملف المفاوضات النوويه مع دول الاتحاد الاوروبي وكذلك الولايات المتحده.